أشتغل هنا في سوق الأناتيك لي سنتين تقريبا، من بداية فتحوا السوق من نقلوا من الناحية دي لهنا فابتدينا الشغل. وقبل كده أساسا بشتغل كنت في نمرة 2 عندي محل، جينا هنا معي 4 نساء تاني لكن لسه ما باشروا العمل بتاعهم. طبعا الشغل هنا في السوق جميل، بتقابل يعني أصناف من الناس والجنسيات، يعني بتستفيد منهم ويستفيدوا منك، و السوق طبعا يعني فيه أرباح مجزية. بنشتغل كل الحاجات المعروضة دي، أنا متخصصة في شغل الإكسسوارات بالذات، يعني بعد كده يعني أي حاجة اتكسرت دايرة صيانة دايرة هنا زول بنفسه بيقدر يعمل الحتة دي. فمعانا طبعا أخواننا الجنوبيين دين كلنا يعني أسرة واحدة، يعني الحمد لله ما عندنا مشاكل ما عندنا حاجة، يعني متعاونين يعني روح طيبة جدا، شغالين في السوق يعني أرزاقنا منه طبعا. والله الأسعار بتتفاوض طبعا، بتبدأ من 50 50 100 70 80 يعني، والزبون طبعا وحنكوا في الحتة دي ما في يعني ما غالبا يعني الزول بيبيع يعني. والله بنبدأ هنا أنا بالذات ببدأ من 8 لغاية 6، يعني طبعا هنا عندنا مشكلة بتاعت كهرباء في السوق، ما في كهرباء ما نقدر نشتغل ليل. والله حسي كده الموسم فتح يعني في الكريسماس رأس السنة يعني كل الأعياد دي لغاية شهر 6 بنكون شغالين كويس، بعد كده الموسم بيقفل. والله متيدي في صناعية شماليين طبعا بيشتغلوا في الجمال، بيشتغلوا في الأفيال، بيشتغلوا في الغزلان، بيشتغلوا في العصايات بتحت المخرطة، في عصايات يدوية نحن بنشتري منه، يعني الصناعي بيجي داخل الساعة 4 مساء السوق فبنشتري منه، بعد ذاك بتيجي المرحلة بتاعت التشطيب والتلميع حتى نتصل للعرض، دي بنعملها نحن. والله الساعة 8 طبعا بتميزك انك يعني بتكوني محظوظة لو قابلك أول زبون يعني تبيع له وتتكلمي معاه وتوريه الفكرة حقت الحاجة، أول يعني لا 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 عمر الحاجة في السودان ولا الفايدة منها شنو أو معمولة ترمز لشنو، يعني تلقى نفسك إنك يعني يومك بدأ جميل. والله مبسوطة الحمد لله لأنه الشغلة أنا دي يعني بتجري في دم، يعني ما اشتغلت من الليلة، وفي كمية من النسوان يعني في محلات متفرغة طبعا، في الأوزون عندنا مجموعة، عندنا واحدين فاتحين دكاكين يعني بيشتغلوا، بس يعني التجمعات يعني النسوان ما ظاهرين يعني أكتر، يمكن أنا الوحيدة جيت مع الجماعة دي لأنا الوحيدة القاعدة. والله طبعا يعني الزباين اللي بيجونا يعني وانا بتكيف لهم جدا اغلبيتهم السودانيين، لانه الواحد بدل يهدي لي زول حاجه صينيه ولا حاجه سوريه لهنا بيجي بشيل حته من هنا بيهدي له وهو برا لو في السعوديه ولا في اي من الدول الغربيه. اما بعضهم طوال بيجوا المصريين، بيجوا اللبنانيين الاردنيين، بعد ذاك الصينيين طبعا متواجدين بكثره، بعد ذاك بيجي يعني باقي الجنسيات الثانيه يعني بيجوا يعني في أوقات متباعدة كده، لكن يعني روح السوق ده ما مشين السودانيين. والله دي حاجة يعني جميلة جدا، أنا يعني بشد بيها وبشكرهم شديد إن هم مدينا الانتعاش في السوق ده. والله يعني حتى من بعد بتيجي الجنسيات التانية، طبعا السودانيين كلهم برا السودان بيجوا بيرجعوا في الإجازات، بالذات في الإجازات احنا بنكون مبسوطين بعد الأعياد عيد الضحية وعيد رمضان، هنا بنكون مبسوطين جدا لانه اغلب الزباين بتاعنا هم السودانيين وبنعرف مشاكلهم برا شنو، بيعرفوا مننا الوضع هنا شنو، لانه الواحد بيكون ما عنده وكيل يعني زول مستمتع بالجد، يعني كان مع الزباين ولا مع الاخوان في السوق ولا الزوار بيجوا ولا الطلبه وكل الناس يعني بيجوا بزوروا حتى زول لو قصدوا او جابوا الشارع، يعني دي حاجه جميله. انا متونسين مقضين يومنا يعني 8 ساعات زول بيقعدوا هنا ده يعني ما بكون اظن زهجان ولا زعلان ولا هنا. والناس طبعا انت شايفان حاسس يعني في زي النحل في عمل دوب، يعني ما في زول ذاته يكون عنده فراغ عشان يعمل له مشكله او عشان هناي، يعني الناس كلها متسامحه يعني.